जब हम न होंगे तब हमारी النجمة الهندية بانيتي تشوبرا تعلن عن موعد ومكان حفل زفافها. وللمتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. بدأت الاستعدادات على قدم وساق لحفل زفاف ينتظره جميع عشاق نجمة بوليوود بانيتي تشوبرا. وقد أفاد تقرير صادر عن جريدة هندية أن تشوبرا وخطيبها البرلماني راغب تشادا الذين أعلنا خطبتهما في دلهي في وقت سابق من هذا العام قد أنهيا موعد زفافهما ومكانه. من المقرر أن يعقد قرانهما في 25 من شهر شتنبر في حفل زفاف كبير في ولاية راجستان، وسيضم حفل الزفاف العديد من الأصدقاء المقربين وعائلات الطرفين. هذا وقد بدأ فريق بانيتي في العمل على استعدادات زفافها. وقد بدأ فريقها بالفعل في العمل على التفاصيل والتواريخ الخاصة بها. سوف تنشغل في الإعداد لحفل زفافها في الأسبوع الأول من شهر شتنبر بعد أن كانت شديدة الصمت بشأن الاحتفالات التي ستقيمها العائلات. وأفيد أيضا أن العروس سيفكران في إقامة حفل الزفاف في قصر أوميد بهوان في مدينة جودبور بولاية راجستان، وهو نفس الموقع الذي أقامت فيه بيانكا ونيك جوناس زفافهما في عام 2018. وللإشارة فقد تمت خطوبة بيانكا تشوبرا وراغب تشادا في 13 من شهر مايو في نيودلهي. وقبل ذلك لم يتحدث الاثنان علنا عن علاقتهما، لكن يقال أنهما يعرفان بعضهما البعض عدة سنوات. وبعد أيام قليلة من حفل خطوبتها كشفت تشوبرا أنها لم تأخذ سوى موعد إفطار واحد مع رغاف لتعلم أنه كان كل ما تحتاجه في شريك حياتها. وقد تأثرت الممثلة بروح الدعابة والذكاء والشخصية الهادئة التي يتمتع بها خطيبها، وهذا ما كشفت عنه النجمة أثناء مشاركة مجموعة من الصور من خطوبتها على موقع إنستغرام، حيث وصفت بانيتي المناسبة بأنها حلم تحقق. وقالت فطور واحد معا وعرفته، لقد التقيت بالشريك أروع رجل تكون قوته الهادئة مطمئنة ومسالمة وملهمة. دعمه وروح الدعابة والذكاء والصداقة هي فرحة خالصة، هو بيتي. كان حفل خطوبتنا مثل العيش في حلم، حلم يتجلى بشكل جميل وسط الحب والضحك والعاطفة والكثير من الرقص. عندما عانقنا أولئك الذين أحببناهم واحتفلنا معهم فاضت العواطف كفتاة صغيرة. تخيلت كيف ستبدأ روايتي الخيالية الآن بعد أن أصبح الأمر أفضل مما كنت أتخيل. وفي الأسابيع الماضية التي سبقت تمارست الاثنين معا في عدة مناسبات من تصويرهما في مطار دلهي ومومباي، كما تمارستهما أيضا في مومباي. وكذلك أثناء مشاهدة مباراة الدوري الهندي الممتاز في موهالي